انا قررت باش يفوت على لجنة التأديب، لان باش يخلقوا لنا مشكل في الحزب، باش يزعزعوا وحدة الحزب. عمرو الحزب ما كان ماسك متوحد كما الان ابدا، ولا واحد يقدر يزعزع وحدة الحزب، يخلقوا شك عند الشعب. نوصلوا كما 2004 ونقولوها ونشوفوا في عينينا بعضنا بعض، مؤتمر يا مؤتمر تاع الافلان اللي كنا نجتمعوا 8000 واحد في لاكوبول في القاعه البيضاويه، نعقد هنا في الباركينغ هذا 11 تاع الليل، واحد ناظر في اليد عند يصلكم لنا فلا غالب لكم هنا في هذيك سيفيني. هذه القضيه هذه ما تسمى تنسيقيه، كما قال صديقي السي احمد، الريح في البريمه، كما الريح في البريمه. على سبيل المثال اسامي كتبت ونشرت، راه عندي القائمه تاع الاسامي كدير موجودين هنا كوزارة. سلا وزير أول سابق قراوتي صراحة كذب، يعني تكذيب واضح كل وضوح. بالخادم وزير سابق وأمين عام سابق الأمس الشروق راه كذب كتابيا. بوحجة كذب اليوم في الشروق. رحيان وزير رئيس ديوان راه موجود هنا في القاعة. وعلي ولي وزير سابق وعلي كسمو هو راه هنا في القاعة. بوراس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني كان معنا في واشنطن وشاف اسمه في ألغلاند كارت. خوا كان موجود راه عنده الآن كوزير حالي. جرين هو اللي راه كتب البيان تاع التكذيب. نوري كلم هنا عضو مكتب السياسي وكلمنا وكذب تكذيب، يعني كل هذا من وراء هذا الخدمة. هذه السيد اللي قام بهذا المبادرة كنا نبهناه وانا نبهته هذه أسبوع، قال حذاري راك عضو اللجنة المركزية وراك نائب في مجلس الشعب باسم الأفلان، إذا عندك شيء شخصي ناحية الأفلان وروح خدم على روحك.